السلام عليكم. هسه عندنا هذا السؤال. هذا السؤال بيقول لي: A water jet is deflected 60 degree يعني 60 درجة. A stationary van, في عندي فان، هذا فان الصفيحة هاي اسمها فان. The incoming jet has a speed 100 feet لكل سكند، يعني سرعة الجت 100 feet، متر واحد إنش. And the force exerted by the jet on the van neglect the influence of the gravity، يعني بيقول لي تجاهل الوزن، يعني أنا ما بدي تمام. هسه دائما بدنا نعمل control volume. الكنترول فوليوم اللي بدي اخذ حدود الصفيحه. هذا الكنترول فوليوم في عليه فورسز، الفورس دائما عليه فورس عموديه باتجاه المي، يعني المي كيف بتمشي؟ بتمشي هيك 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 هيك. شو الفورس العموديه عليها؟ كالفورس هي الفورس كينيتي. الفورس ايش هي؟ هاي جت اون فان، الان الكنترول فوليوم تبعي حددت. شو بدي اعمل؟ حكى لي تجاهل وزن، يعني ما في عندي قوه وزن. انا شغله ما جبت سيره الضغط، فما عندي فورس للضغط، عندي انا الفورس جت اون فان. يلا شو المي اللي بتدخل؟ دوت في ان، اول شيء رو في اي في تربيع ان زائد مجموع الاف تساوي رو في اي في تربيع معادلتي الأساسية. سنأخذ على الإكس كومبوننت. الإكس كومبوننت شو بدخل عندي على الإكس؟ بدخل عندي في 1، سرعة في 1 وهي اللي هي رو. قديش رو؟ هذا ووتر، يعني 1.94. ليش؟ إنه أنا عندي بنظام الفيت أريا هاي على 4 ديمتر تربيع، ديمتر 1 إنش يعني 1.12 لكل تربيع، فيلوسيتي 10 تربيع. شيء ثاني بدخل؟ لا، شو عندي غيره؟ بس هيك زائد فورس. انا عندي هاي الفورس، ما اللي بحللها بتكون عندي اف اكس، بفرض اف اكس لليمين عشان الفورس فان جت فان تساوي رو اللي ده اللي خارجي انا ما اخذت اكس كومبوننت، يعني لليمين هاي هيك، فبتتحلل يمين وتحت. رو اللي هي نفس الشيء 1.94 في الاريا نفس الاريا، ومضروبة في السرعة اللي هي نفس السرعة ايش بضربه كوساين 6. انا بطلع ايش؟ قيمة اف اكس. لقيمة اف اكس معك او عكس، سواء موجبة او سالبة. اذا سالبة عكس الفرض كيف؟ يعني بتكون اف اكس لليمين بتكون لليسار. ايش جت انفان؟ هو ايش طالب مني؟ طالب مني جت انفان. the force exerted the jet انفان. طبق على الواي، الواي نفس المعادلة واي كومبوننت. وبحكي عندي داخل في شيء داخل عندي على الواي؟ شو عندي الفورس؟ فرض الفورس انا هيك، يعني هي لفوق اف واي تساوي. شو عندي خارج؟ عندي خارج لتحت، يعني سالب او اي في تربيع. ايش بعمل؟ ضرب في ساين 60، ضرب في ساين 60. هيك انا بطلع قيمة اف واي. طلعت معي موجبة، معناته زي فرضي سالبي عكس فرضي. فشو هسه بنشوف شو بيطلع معي الحل. افرض جت اون فان زي هيك، وهاي فان اون جت. لو طلب فات اون جت، فان اون جت بالعكس. اي بطبق على اكس مره وعلى واي مره. هاي على الاف الاكس. الاكس ايش حليت؟ انا حليت على اساس انه الفورس اللي عندي فان اون جت، حال على اساس انه الفورس اللي انا يعني القانون اللي زخم فان جت وليس جت اون فان. يعني انا لما حليت هسه بالفيديو حليت ولا كاني ماخذ القوه هاي، انا لا بالدوسيه حال ماخذ القوه هاي هي فان اون جت. يلا عندي سالب اكس تساوي رو في اي في في تربيع كوساين 60 ناقص رو في اي في في 1 تربيع، طلعت معي اف اكس موجبه. تمام، طلعت موجبه. شو يعني؟ يعني مثل فرضي. كيف يعني مثل فرضي؟ يعني انها لليسار، طلعت لليسار. تمام، انا لما حليتها فان اون جت اون فان جت اون فان طلعت معي لليسار، ولا بتطلع معي لليمين اكيد، بتطلع معي نفس الفرض مش مشكله. المهم سالب في اكس ساوي رو في اي في تربيع اكس هاي. المهم لما احسب على معادله الزخم بكون حاطط في يسار قوه الرياكشن، هيك انا وظفتها سالب 1/12 للتحويل. المهم طلعت معي قيمة fx، طلعت معي قيمة fy.
طلعت معي مركبات القوة اللي طلعت معي موجب، مثل ما أنا فارض قوة الرياكشن لليسار والتي حد، فارض قوة الرياكشن لليسار والتي حد، فبالتالي موجبات يعني زي فرضين، يعني الجواب هو بس الجيت اون فان، قصدي فان اون جيت، فان اون جيت شو بده يكون الجواب؟ معي موجب زي فرضي يعني سالب اي هات دلت تحت يعني سالب جي هات. طيب جيت اون فان، جيت اون فان بتكون بالعكس، بتكون اي هات جي هات، هات جي هات، شايف؟ جيت اون فان موجبات، فان اون جيت سالب. تمام. شغلة أنا كنت خربت فيها خلال الشرح، إنه أنا لما أحل ما بحل على الجيت أون فان، دائما بحل على قوة الرياكشن، معادلة الزخم بحلها على قوة الرياكشن، هيك الحل. مثال ثاني كثير مهم، as shown in the figure the fluid withdraw VA، هذا سؤال بدلالة الرموز اللي بشكل متماثل، يعني المي اللي بتخرج من هون نفس المي اللي بتخرج من هون نفس الزاوية. Find the force required for the stationary، بده قيمة fx وfy. كل شيء كمان المي بتخرج من هون، المي بتخرج من هون، وأنا لما أحلل على الواي يلغوا بعض، ما عندي مي بتخرج من الواي، كل المي بتخرج على الاكس. أطبق معادلة المومنتم، داخل رو في تربيع، بس أنا عندي المي ضربي هيك، المي الرياكشن عندي لليسار، فبحكي سالب اكس تساوي عندي خارج، عندي خارج سرعتين لليسار يعني سالب سرعتين رو في A في تربيع في إيش بس؟ في كوساين زاوية بيتا، كوساين زاوية بيتا، كوساين زاوية بيتا. بالتالي في 1 هي نفس في 2 لأنه نفس المي هي بتدخل وبتخرج، ما عندي تغير، طلع قيمة. السؤال بالكتاب محلول بدون رقم 2، يعني فارض انه انا ما اخذ الشكل بس هيك للنص، راح يتكلم عنها الدكتورة انه انا ليش بالكتاب ما اخذ النص، انه هي المفروض ناخذ عندي قوتين بخرجوا لليسار، يسألوها لانه هذا السؤال بيجي كل فصل. نحكي عن النوزل، النوزل بكون عندي في عندي قوة فرض، بقول لي the sketch on air flowing through a nozzle the only temperature اللي سيرة البشر 105 كيلو باسكال ابسوليوت، بقول لي الضغط اللي داخل 150 كيلو باسكال. The air exhausts to the atmosphere where the pressure is 103. في عندي مي في عندي اتموسفير بشر وايش؟ يعني الضغط الخارجي هو 101.3. نوزل has inlet meter of 60 مليمتر and the exit diameter of 10 مليمتر. يعني انا في عندي السرعة اللي داخلة على قطر 60 والسرعة الخارجة على قطر 10. The nozzle is collected to supply by the flange. And the air speed at the exit of the nozzle, the force required to hold the nozzle stationary. يعني بده الفورس خليه ساكن. Assume the air density as constant. يعني هذا السائل اللي بدخل هواء مش مي. Create the weight of the nozzle. بقول الدهال الوزن. أول شغلة بتعملها عندك هذا nozzle زي هيك. تمام؟ عندك nozzle زي هيك. فأنت عندك قوة ما الشكل الموجود. مش موجود شكل. تمام؟ شو بعمل؟ الضغط اللي خارج اللي داخل والضغط اللي خارج، الضغط اللي داخل ابسوليوت والضغط اللي خارج ابسوليوت، الضغط اللي خارج هو نفسه الاتموسفير بريشر، يعني انا اصلا اقدر اقول انه بي 2 يساوي صفر، اقدر احكي انه بي 1 يساوي 105 ناقص 101. ليش؟ احنا دائما كل معادلات بريشر بنعوضه قاد، بحكي انه هاي 105 وهذيك 100 واخر شيء راح تطرحهم بيطلع معك نفس الجواب، فبالتالي احنا لا نشتغل دائما على انه جاج، هاي بي 2 صفر اللي هون بي 2 طبعا هيك لازم تضغط على النظام، والبي 1 بدها تكون 105 ناقص 101. تمام. فشو بعمل؟ هو السرعه اللي خارجي، السرعه اللي خارجي، بدي اجيب السرعه اللي خارجي ببساطه بي 1 على جاما زائد زد 1 زائد في 1 تربيع في 1 تربيع 2 جي تساوي في 2 على جاما زائد زد 2 زائد في 2 تربيع 2 جي. تمام. زد مع زد بتطير، في 2 صفر، في 1 105
101 كون 3 لو مضروب بألف، إنه إحنا هي كيلو. جي 9.81، 9.81 الجاما 1.22 في 9.81، بسبب إنه هاي رو. هيك بطلع علاقة بين V1 V2، بطلع علاقة بينهم. بعدين بطبق معادلة الكونتينيوتي، بطلع إيش إنه المي اللي داخل بتساوي المي اللي خارج، بطلع وطلعت علاقة بين V1 و V2، مش مهم بطلعش الكونتينيوتي بلاها، بطلع علاقة بين V1 و V2. شو بعمل؟ بطبق معادلة الزخم مو MN VN زائد مجموع الفورس يساوي M out V out. MN رو 2.2 في الاريا، الاريا اللي داخله 60 ملم مربع، يعني باي على 4 في دي تربيع، باي في 4 60 على 1000 تربيع، في A في V تربيع زائد. انا اشوف في عندي قوة ضغط لليمين، دائما ضغط هيك ضغط هيك الشكل. كان عندي P1 A، هون هي 105 ناقص 101، 105 ناقص 101، والاريا هي الاريا اللي داخله. نشوف عندي كمان في عندي قوة رياكشن بدي اياها، بدي افرضها لليسار ناقص F تساوي المية اللي خارجة ايش هي؟ رو في A في تربيع أوت وان باي في. الاريا اللي هون بعوضها تبعت ديمتر 10 مليمتر، الاريا اللي هون بعوضها بالاريا تبعت 60 مليمتر، الفي اللي هون بسميها V1، الفي اللي هون بسميها V2. تمام؟ سمعي علاقة بين V1 و V2، بديهم لبعض وبعض عادي بشكل بسيط، والبي معي والاري اللي داخلي معي، خلي الفورس خلص معي السؤال. هاي السؤال قلش B1 على جاما زائد V1 تربيع زائد T2 B2 على جاما زائد T2 B2 0، طلع V1 بدل V2 معادلة الكونتينيوتي بقيمة V2 و V1. هاي زي ما قلت أول إشي. بخصوص الرياكشن عندي أنا فرضت هون عندي مجموع الـ Fx بساوي اللي خارج ناقص اللي داخل. الـ Fx عندي قوة رياكشن وعندي قوة، أنا فرضت الرياكشن هون لليمين بالحل أنا حليته بالفيديو لليسار، عادي بفهم نفس الجواب بالعكس إشارة. شايف الجواب بيطلع آخر شيء سالب لأنه أنا فرضتها لليمين، قوة الرياكشن لليسار. أنا لما فرضتها لليسار بيطلع الجواب R زائد الـ B. شوف الـ E طرحت هاي الألف اللي هي الكيلو باسكال صارت قال متر داخل، طب 1.22 اللي هي الرو 4 ضرب المتر اللي خارج 77.9 هي السرعة، 1.22 وهي السرعة اللي خارجة. طلع قيمة رياكشن معي اليسار. رجع بعيد السؤال كملخص سريع، أول شيء معادلة بيرنولي، معادلة الكونتينيوتي للسرعة 1 و2. تمام، معادلة كنتينيوتي بطلع علاقة بابو ضفق بطلع السرعات. شغلة ضخمة بالزخم بين النقطة 1 والنقطة 2 عندي هون أنا، والضغط لليمين وقوة رياكشن أنا فرضتها لليسار، هي فرضها لليمين. عندي هون قوة ضغط قيمتها صفر لأنه أعطاني الضغط صفر. عندي مية بتدخل مية بتخرج، مية اللي بتدخل هي عبارة عن السرعة الأريا اللي باخذها، الأريا الكبيرة هون باخذ الأريا الصغيرة، السرعة هون السرعة الكبيرة وهون السرعة الصغيرة، باخذ بريشر رياكشن بيطلع معي الجواب. في عندي هذا السؤال، 1 متر ديميتر بايب هون انت ديجرام سكيرينج اكود اويل، يعني هذا السعي اللي جوا هو زيت، يعني انا مطبق رو بحكي 1094 بحسب رو سائل بساوي رو ووتر بسبيسيفيك جرافيتي، من هيك بنشتغل احنا. ستدي فلو وذ فلو ريت معطيني قيمة الكيو 2 متر تكعب لكل سكند، معطيني زاوية 30، فوليوم ذا اويل 1.2 متر مكعب، اني فوليوم امبتي ويت 4 كيلو نيوتن، جيم ذا بريشر الونج ذا سنتر لاين از كونستانت 75 كيلو باسكال جا، اند ذا نت فورس ريكوريت اول ذا. طيب قيمة القوة المحصلة، اول شيء بدنا نقرأ السؤال ونتخيله. احنا معطيني عندي ضغط داخل ضغط خارج، من الضغط لقينا
هون بضغط الجسم، يعني بتخيل كأني أخذت أنا كنترول فوليوم زي هيك، أحكي فيه عندي والله قوة ضغط هون، عندي كونه أنا خارج بشكل مائل، ضغط بشكل مائل، والضغط هي هون بسميها P1 عندي P2 A2 حسب الأريا إذا نفسها أو لا. هو قال لي الضغط ثابت، يعني هاي هون 75 75، ومعطيني إياه قاعد، يعني ما بطرح 101. يعني شغلة، يعني أنا ما أخذ بريبزيجرام فعندي قوة وزن. طيب هسه هون معطيني الوزن وهو فاضي 4 كيلو نيوتن، ومعطيني معطيني حجم السائل. ليش؟ لأنه أنا الوزن يساوي وزن الإشي وهو فاضي زائد وزن السائل اللي جواته. رح أحكي هي 4 كيلو نيوتن زائد جاما فوليوم. يلا الجاما إيش؟ 3810 ضروب في كم؟ specific gravity، لأنه اللي عندي سائل زيت، ضروب في فوليوم 1/2 أقسمه على 1000، أنا حاوله لكيلو نيوتن أجمعه للأربعة، هيك أنا بطلع قيمة الوزن. قيمة الوزن بتكون حسب هذا السؤال راح تكون لا لليمين ولا لليسار ولا فوق ولا تحت، راح تكون قوة داخلة إلى الصفحة، داخلة إلى الصفحة. ليش؟ وإحنا عندنا القوة إكس وواي، وعندي الوزن ما جبر يسير فهو لجوا. تمام. هسه شو ناقصني؟ ناقصني نت فورس. طلعت الوزن، طلع علي الإكس والواي بطبق معادلة الزخم، كي ام 1 وام ان بي ان زائد مجموع الاف تساوي ام اوت بي اوت. طبق اول شيء على محور اكس، على محور اكس فايت على الاكس بي موجب زائد اعطيني بس شو بحكي؟ بحكي القانون رو كيو في في، تالي رو في كيو اللي هي ام دوت، والفي في بحسب الفي، معطيني الاريا، اعطيني الديميتر، اعطيني الديميتر 1 متر، خلاص معطيني الديميتر، بجيب الفيلوسيتي ومع كيو، بحكي بجيب الفيلوسيتي بحكي رو اي في تربيع زي ما بدي. مجموع الاف، شو الاف اللي عندي داخله؟ عندي والله تقول لي عندك بالضبط A1 A1، عندك ايش؟ دائما عندك قوة رياكشن، خذ رياكشن لليسار قول سالب اف اكس. شو عندي خارج؟ عندي خارج لليمين او كيو في ايش؟ كوساين 30. شو المجهول عندي؟ اف اكس، بطلع قيمة اف اكس. بشتغل على الواي، اشتغل على الواي، لما اشتغل على الواي نفس المعادلة، الواي في شيء في عندي شيء بيدخل؟ لا، صفر. عندي شيء بيخرج؟ شو بيخرج كقوة؟ قوة ضغط، الضغط دقيقة هون كوساين 30، هون في عندي قوة ضغط اليمين وعندي قوة ضغط يسار بعد ما أحللها، هاي A2 كوساين 30 قوة الضغط اللي هون بدي أحللها، ما تعتبر فورس، بتتحلل لليسار ولا فوق. طلعت أنا قوة الضغط وطلعت قيمة اف اكس للنظام الداخل او بنظام الاكس. هسه على محور واي، محور واي هاي بتصفر، عندي بي 1 في عندي بي 1 اي 1 لانه ما في اشي بدخل، ما في عندي قوة لفوق وتحت، صار عندي قوة لفوق زائد خط بدل الكوساين ساين، بدل اف اكس بتصير سالب اف واي بدفعل الرياكشن لتحت، عندي مي بتخرج لتحت فبحكي سالب الكوساين بحط ساين، أنا بطلع قيمة اف واي فبطلع على قيمة اف اكس واف واي واف زد بحطه من معادلة واحدة. شوف فرض الرياكشن لواي لفوق وفرض الرياكشن لليمين، حلي لا خلص راح التزم هون بالحل التوفيقية. عندي هون بي في اي في هذا النظام، تلاحظ انه عندك بضغط هون وبضغط هون نفس الضغط نفس الاريا. شو بحكي؟ مجموع اف اكس بتساوي رو في اي في تربيع كوساين 30 ناقص اللي داخل الفيلوسيتي كيو على اريا رياكشن بي في اي ناقص بي في اي كوساين 30 زي ما عملت انا، طلع قيمة ايش؟ ار اكس. تمام. كان على الواي بنفس الطريقة، ار واي فرضها لفوق، بي في اي ساين 30 بتساوي اللي خارج لاحظ انه لتحت، في اشي داخل لاحظ انه ما عندك غير بي اي ساين 30 لفوق. وزن، وزن باتجاه الكيهات لانه بالفري ديجرام قال لي انه هو باتجاه الكيهات، لاحظ انه جمعت جاما فوليوم قمته على 1000 مشان نصير بالكيلومتر. هذا السؤال انت اشرحه مسترين انه من نفس الافكار ببساطة. شون ذا فيجر بريزنت الجت ذا ووتر اكزيت السرعة 1/10 فيت لكل سكند
ثيتا هون 30 بتبقى قوة المحصلة. Hold the fan stationary عشان يصير ساكن يعني بده قوة reaction. اللي the gravity and viscous effect are negligible إنه ما عنده قوة وزن و head loss. شو بحكي ببساطة المية بتدخل زي هيك خرج هيك بزاوية 30 بالتالي لليمين وعندي لفوق خروج. مطبق معادلة الزخم على الإكس بحكي ام ان بي ان مجموع الاف اف الاكس تساوي مجموع اللي خارج. شو مجموع اللي خارج؟ عندي هون خارج على الاكس ايش بحكي كوساين 30 قيمة الرياكشن. اجي احكي على الواي عندي ايش على الواي داخل يعني صفر فورس في عندي اف واي عندي اللي خارج هون ايش ساين 30. السرعة هي نفسها ميتر انا كأنه ميتر معطيني الاريا معطيني الاريا هو اصلا الاريا كم معطيني الاريا هون 0.06 جاهزة والربع وضع 1.4 للنظام الفيت هون كوساين 30 زي ما قلت خلطت القوة لليسار الرياكشن فسالب اف اكس قيمة اف اكس و اف واي هاي قيمة القوة المحصلة. اخر سؤال كأنه هذا اخر سؤال بحكي لي نزل إذا اتجاهت إلى the vertical discharge into the atmosphere shown in the figure discharge is 1 بعطيني الـ Q بحاجب بطر على الفلان 40 كيلو باسكال بعطيني الضغط الفلان جاي 40 كيلو باسكال determine the vertical component the force required to hold the nozzle in the place the nozzle has a weight 200 بعطيني الـ volume الwater أو 12 نفس الطريقة بحكي لي اتجاه الجاذبية لتحت يعني اتجاه الوزن هون لتحت مش زي السؤال اللي قبل كان باتجاه الكيهات. شو بحكي وزن تساوي 200 زائد جاما فوليوم كم الجاما 3310 بقسمها على 1.981 نيوتن ضرب الفوليوم كم الفوليوم 0.012 قيمة الوزن وين لتحت يعني بعضه سالب. تمام شو بحكي هسه خذ معادلة الزخم على الاكس والواي. الاكس ما في اشي بدخل الفورس فين دي فورس لليسار وعندي إشي خارج لليمين بقيمة إيش كذا كذا كوساين 30 يعطيني الأريا نعطيك الكيو بطلع الفيلوسيتي بطلع الفيلوسيتي بطلع قيمة اف اكس بخصوص الاف واي والله عندي داخل على الواي قوة ضغط على الواي في إيه في عندي وزن لتحت قوة رياكشن مثلا لتحت عندي خارج لفوق بس والله هاي الحل سيجما اف اكس رو في ايه في في تربيع كوساين 30 ما عندي شيء داخل على الاكس اعطيني ال في 1 وال في 2 طلعتهم من الزخم اللي رو 1000 اريا معطيني اياها هي او 1 هاي اللي خارجه في شيء داخل اصلا اكس والسرعه ضرب كوساين 30 الواي بحكي على الواي والله في عندي قوه وزن قوه الوزن لتحت عندي قوه الضغط لفوق من النظام بضغط ضغط لفوق شايف هون بضغط انا بضغط ما عندي انا قوه ضغط جاب لي انه هيك ما جاب لي سير انه هون في ضغط فاعتبرته صفر وارض الرياكشن لتحت اللي خارج بساوي ساين 30 ناقص 1000.02 اللي هي انه شو اسمه هذا النظام اللي داخل هيو داخل 1000.02 بس بتطلع مع قوة الوزن 860 ناقص 140 نعطيكم العافية.